إلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث بحث المستشار الألماني أولاف شولتز مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً. وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن زيلينسكي وشولتز بحثا هاتفياً الوضع في أوكرانيا، واتفق على ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لإخراج صادرات الحبوب الأوكرانية من البلاد وخاصة عبر البحر. من جهته قال الرئيس الأوكراني إنه أثار مسألة التزام روسيا بالقواعد الدولية التي تحكم معاملة أسرى الحرب خلال الاتصال الهاتفي مع المستشار الألماني. أعلن الكرملين أنه ليست هناك حاجة للحديث عن احتمال الإعداد للقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، لأن الجانب الأوكراني قد خرج عن مسار التفاوض على حد قوله. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن أي لقاء على أعلى مستوى يجب أن يكون نتاج مفاوضات وأن يتم الإعداد له جيدا في سياق متصل. أيضا قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاغاروفا إن روسيا تسجل جميع جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الأوكراني، وسيتم تقديم جميع الجناه للمسؤولية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 4 مستودعات أسلحة وذخيرة باستخدام صواريخ عالية الدقة في مدينة خاركيف الأوكرانية. وأفاد بيان الوزارة الدفاع الروسية بأن الصواريخ الروسية عالية الدقة قد قصفت مصنعا للمدرعات وورشا لإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى للجيش الأوكراني في المدينة. وأضاف البيان أيضا أن القصف الجوي قد أسفر عن تدمير مركز قيادة تابعة للكتيبة 14 الآلية بالقوات المسلحة الأوكرانية والقضاء على أكثر من 160 من المتطرفين وتدمير 8 دبابات. أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دورغاريك أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تزال تلحق خسائر مباشرة بالأوكرانيين. وأشار دورغاريك إلى مقتل نحو 4253 حتى أول أمس، بينما أصيب أكثر من 5000 شخص بجراح، وأن نصف هؤلاء الضحايا في دونيسك وإقليم لوجانسكا، حيث يدور حاليا أعنف قتال، وذلك وفقا لمعلومات مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. أكدت مصادر صحفية إن شحنات الحبوب سيتم استئنافها هذا الأسبوع من ميناء بيردانسك الأوكراني الذي تسيطر روسيا والمطل على البحر الأسود بعد انتهاء أعمال نزع الألغام. هذا وحملت دول غربية روسيا مسؤولية احتمال حدوث مجاعة عالمية بسبب إغلاقها لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود، حيث تعد أوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للحبوب. هذا وتنفي موسكو من جانبها مسؤوليتها عن أزمة الغذاء العالمية وتلقي باللوم على العقوبات الغربية.